في وزر عليك. هتقول لي اصل فلوسي صرفتها في الحج ومبقاش معايا اديهم، وانا انت هنا قاسم في الناحيتين. واحد بيحج وعنده ابوه وامه كويس مش لاقين، او اخواته محتاجين عمليه ومش لبعض الاحيان. انا اعرف اناسا بيحصل ايه، هو يطلع يحج ودي حصل موقف قدام، يطلع يحج هو واولاده فينفق 200-300 الف جنيه السنه اللي فاتت مش السنه دي كويس، وبعدين اخوه مثلا يبقى مديون ب 1000 او ب 5000 او 10000 جنيه ما يقدرش يسدد، ويقول لي انا مالي ما انا حديه ليه؟ لا انت لما تديه هنا افضل من حجك الذي حججته الى الله سبحانه وتعالى. انا بقول افضل لكن ما اقدرش امنعك، لكن خلي بالك انت آثم في تفسيرك. أي بس انتوا كفقهاء وكاعلام انا مش ربنا عشان توضحوا للناس وتفهموا. انا مش ربنا عشان احرمه، انا ما بحرمش الا ربنا بيحرمه. انا مش ربنا عشان اجي ايه بمزاجي، انا شايف ان دوت ما ينفعش فيا جماعه حرام. انا بقول يا جماعه حسب شرع ربنا اللي ربنا قاله لنا لا استطيع ان اقول هو حرام، لكنك مقصر آثم في الجانب الاخر اللي انت قصرت فيه، وبالتالي ما ينفعش. طب هو برضو السؤال ده من بيجي لنا، حج الزوجه على الزوج ولا لابد يكون من منها الحر لو هي عندها ذمه ماليه خاصه بيها؟ واحده من مليونيره وجوزها حججها، ايه المشكله فيه؟ ايه المانع في مسألة يعني؟ هل لا هل انا مش بتكلم عن طيب خاطر، انا بتكلم عن الشرع بيقول ايه؟ يعني هي معاها ملايين وهو معاها ملايين، هل هي تقول له انا ملزمه منك وانت جوزي فحججي معاك، ولا لو انت معاكي ذمه ماليه وعندك فلوس لا حج من مالك؟ الشرع بيقول ايه؟ كوجوب؟ ايوه. لا ليس واجبا عليه. ليس واجبا عليه. كوجوب. نعم. لان هو لو عملها نوع مفيش مشكله فيه. نعم. دي المساله هي كوجوب ما اقدرش اقول واجب عليه. مهما البحوث الاسلاميه منع، مش عايز اقول منع، هو حرم او قال لا يجوز الحج بالتقسيط. انت تتفق مع الشركه ويكون عليها فوائد فتحج النهارده ب 97000 جنيه، لا ادفع 130000 وقسط على سنه. انت مقتنع بفكره ان انا احج واعتمر بالبنك؟ لا فرق بين حاجه ان يقول لي ب 100000 يبقى عليك 100000 وهتدوني على سنه بفايده 20%، او يقول لي لا هو ده، او يقول لي لا حجك بالتقسيط ب 120000. يعني في فرق، بيقول لي حجك ب 100000 يبقى عليك 100000 جنيه بس عشان انت هتتاخر في سلامهم. لا هو بيقول له حجك كاش بكذا وبقسط، مفيش مشكله فيه ان انا لو قال لك كاش ب 100 مش فايده، قسط 120، قسط 120 دي مش الفايده. الفايده بيقول لي انت عليك 100000 جنيه بس بدل ما عشان اصبر عليك تسددهم لي على سنه انا هديك عليهم 20% فوائد ب 120000 جنيه. لا في القسط، ما هو اصل ده مش زي الحج، زي اي سلعه ثانيه. ينفع اشتري عربيه بالقسط ولا لا؟ ينفع اشتري ثلاجه بالقسط ولا لا؟ اشتري هي نفس المعامله واحده. كون ان لا يجب علي ان احج بالتقسيط، يعني ايه؟ انا اقدر ادفع قسط كل شهر 20 يعني 10